التقرير كاملا مشاهدينا تتابعونه في سياق نشرتنا اللاحقة، وتنضم لنا الآن مباشرة عبر سكايب من شمال سوريا مفدة أخبار الآن جنان موسى التي كانت داخل الرقة. جنان، في البداية كيف كانت الرحلة؟ كيف كان الطريق إلى الرقة؟ وعند الوصول ماذا شاهدت؟ لو تصفي لنا المشهد. مساء الخير خديجة. أولا حقيقة الوصول إلى شمال سوريا بحد ذاته هو تحدي. تعرفي البلدان المحيطة بسوريا إن كان تركيا أو كردستان العراق، المعابر الرسمية فيها مغلقة بشكل تام ولا يسمح لأحد بالدخول إلى شمال سوريا. فبالتالي يعني التفاصيل ما راح أدخل فيها هلأ، أو بجوز يمكن نهار إذا كتبت كتاب أو شيء ممكن خبر المشاهدين تفاصيل دخولي على شمال سوريا. ولكن بعد ما توصلي على شمال سوريا، وصولك أو اتجاهك على مدينة الرقة التي تشهد هذه الفترة معركة كبيرة جدا لتحريرها من قبضة داعش، الطريق للوصول لها هناك صراحة يوجد العديد من القرى التي تم تحريرها أيضا التي كانت تحت سيطرة داعش. جنان، كنا نتحدث قبل قليل عن رحلة الوصول إلى الرقة، عن طريق، عن ماذا شاهدت داخل الرقة؟ نعم، الطريق للوصول إلى الرقة حقيقة مررنا بالعديد من القرى، الكيلومترات العديدة التي تم تحريرها كمان، يعني قرى كانت كلها تحت سيطرة داعش وبالتالي تم تحريرها. بهذه القرى اللي لاحظتها في عدد من المدنيين في بعض هذه القرى عاد إلى منازله، وكان كثير يعني المشاهد حلوة إنه تشوفي كيف الحياة عم ترجع من جديد على هذه القرى، إن كان مثلا الفلاحين اللي موجودين بالحقول عم بيزرعوا، أم إذا كان رعاة الغنم طالعين القطيع تبعهم، أم إذا كان أولاد عم بيلعبوا بالشوارع أو بائعين الخضرة وكذا. فبتحس إنه رجعت الحياة شوي على القرى اللي قبل مدينة الرقة يلي تحررت من التنظيم. كل ما بتقربي أكثر على الرقة يعني بتشوفي الآثار الدمار يلي كله طبعا كان مواقع لداعش أو مراكز لداعش، وحتى السيارات العسكرية لإلهم تم قصفها من قبل طائرات التحالف. وبس تقربي أكثر كمان بتشوفي إعلانات كان داعش عم ينشرها موجودة على الطرقات، إن كان مثلا إعلان يقول بأنه الدولة الإسلامية ترحب بكم، أو مثلا شعارات مثل أسود الخلافة وما إلى ذلك. طبعا هذه الشعارات مع الوقت كلها بتصير بتخف، لأنه هناك حملة طبعا لتبديل هذه الشعارات وهذه الإعلانات. وقت توصل على مشارف مدينة الرقة طبعا في دمار، ولكن أغلبيته هو نعم. جنان، نعم، يبدو من جديد فقدنا الاتصال بها طبعا لوجود بعض المشاكل في الاتصال. معنا من جديد جنان؟ نعم جنان، أسمعك. نعم، طيب جنان، من خلال حديثك أيضا مع أحد القادة ربما، أو من خلال ما جمعته من معلومات أو من مشاهدات، كيف تسير المعارك على الأرض؟ نعلم الأخبار تتحدث عن تقدم القوات السورية الديمقراطية على الأرض، أنت ماذا شاهدتي هناك؟ نعم، في تقدم داخل مدينة الرقة، وبالفعل دخلنا إلى بعض الأحياء التي تم تحريرها مؤخرا. في قائد عسكري كان عم يحكي من المحور الشرقي اللي نحن تمكننا من الدخول فيه، عم يحكي أنه تم تحرير حوالي 5 كيلومتر داخل مدينة الرقة. ما لاحظته شخصيا هو أنه الاشتباكات اللي هي يعني اشتباكات برصاص بين بيت وبيت أو بين حي وحي كانت خفيفة جدا، يعني ما كان في معارك اشتباكات، ولكن اللي كان موجود هي قصف بالمدفعية الثقيلة أو بقذائف الهاون، وقصف طائرات التحالف لمواقع داعش بالأحياء اللي بعدهم مركزين فيها. فبالتالي كنا طبعا دخول إلى هذه الأحياء يتم حصرا عبر قوات سوريا الديمقراطية، لأن قبل ما تدخلي بيصير في اجتماع مع الصحفيين وبيعطونا تعليمات أو بيعطونا ملاحظات كيف لازم نتصرف جوا، لأن صحيح الأحياء محررة ولكن الخطورة بعد كبيرة جدا، وهذه أحياء لم يتم تمشيطها بشكل كامل، فهناك خوف كبير من الألغام، من الطائرات المسيرة وما إلى ذلك. فبالتالي خديجة كان في اجتماع مع المسؤول الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، ووجه الصحفيين وقال للجميع بأنه عند الدخول هناك 3 قوانين لازم تلتزموا فيها، وهي طبعا مهمة لسلامتنا. رقم 1، حذرنا من الطائرات المسيرة وهي صراحة خطر كبير
او سلاح كبير بيد داعش عم يستعملوه، بيبعتوا الطائره المسيره وبيرموا منها قنابل بغض النظر عن الموقع وين بتنزل. فبالتالي لازم دائما الاحتماء تحت سقف او الوقوف داخل مبنى. رقم اثنين، عند التجول او عند يعني المرور في الشوارع، عدم لمس اي قطعه او اي غرض او اي شيء موجود على الارض، لان داعش ملغم. نعم جنان، من جديد فقدنا الاتصال بها، سنتصل بها إذن بعد قليل، أو يبدو أنها عادت من جديد. جنان، باختصار من جديد لو تحدثين عن أهم نقطة ربما حتى في هذه المعركة، هي وضع المدنيين، هل من حركة نزوح سجلت؟ هل استطعت أنت شخصيا الحديث مع أحد منهم؟ نعم، في حركة نزوح للمدنيين خديجة تمت في الأيام الأولى لبداية المعركة، فبالتالي هناك مخيمات كبيرة في يعني قريب من مدينة الرقة، حيث موجود فيها الآلاف من النازحين. ولكن المخيف أكثر أو اللي بخوف أكثر هو أعداد النازحين اللي لازالوا علقانين لحد اليوم داخل مدينة الرقة. طبعا قوات سوريا الديمقراطية تقول بأنه داعش يستعمل هؤلاء الناس أو المدنيين كدروع بشرية ولا يسمح لهم بالخروج من داخل الأحياء. عندما كنت موجودة داخل مدينة الرقة لم نشاهد أي مدني يخرج من الأحياء التي تسيطر عليها داعش. تكلمت مع بعض المدنيين الذين خرجوا من بضعة أيام، وكان هناك يعني عندهم إذا بدك حس من الراحة لأن تمكنوا من الخروج، وتكلموا عن الصعوبات يعني وعن الحياة تحت داعش، كيف أنه كل أنواع الفرح كانت ممنوعة عليهم. يعني إن كان يعني كل شخص يدعى سليمان قال لي أنه تحت حكم داعش كل شيء هو ممنوع، يعني الفرح ممنوع، التدخين ممنوع، الرقص ممنوع، الأغاني ممنوعة، الحديث حتى قال لي يعني الحديث لو تحدثت معك بهذا الشكل داخل مدينة الرقة عند حكم داعش فبالتالي يعني أنا وأنت سنتعرض للجلد. فكان هناك يعني إذا بدك حالة ارتياح من قبل المدنيين اللي تحدثت منهم على لأنهم تمكنوا من الخروج، ولكن هناك حالة قلق عند العديد منهم لأنه بعد في عندهم أعضاء من عناصر من عائلتهم أو أقربائهم بعد الموجودين داخل الرقة، هناك بعد إنترنت عم بيقدروا يتواصلوا معهم، عم بيقدروا يطمنوا عليهم، ولكن الحديث يعني يكون مقتضب جدا جدا. بس يعني شغله مهمه خديجه اريد ان اتكلم بها، وهو انه المدنيين يلي عم بيخرجوا من مدينه الرقه عم بيكون لهم دور فعال كثير، لانه عم بيقدروا وقت عم بيتلاقوا بقوات سوريا الديمقراطيه عم بيرحبوا فيهم، عم بيساعدوهم، وكمان المدنيين عم بيبادروا لاعطائهم معلومات مهمه تفيد مع قوات سوريا الديمقراطيه بالنسبه لي مواقع داعش بالنسبه للاحتياطات اللي اخذينها داخل المدينه. فبالتالي المدنيين هم كمان عندهم كم كبير من المعلومات، عندهم كم كبير من يعني الافكار اللي ممكن كمان عم يعطوها للقوات الموجوده على الارض لحتى تساعدهم بالتقدم ويعني الاستمرار في التقدم داخل المدينه. سنتواصل معك جنان للمزيد من المعلومات ولرصد توثيقاتكم ومشاهداتك من داخل الرقة، شكرا لك على هذه المداخلة. مفادة أخبار الآن إلى الرقة جنان موسى، كانت معنا مباشرة عبر السكايب من الشمال السوري.